أيها الأخوة المشاهدون عبر قناة بازيدان، معنا في هذه اللحظات الأستاذ محمد نهدي أحد المشاركين في تكريم الكابتن حجاز غروي. ماذا تقول بعد أن شاركت في هذه المناورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله، التكريم كان جميل جدا وحضوركم كان أروع ما شاء الله. فنتمنى التوفيق للاعب الخلوق حجاز غروي، والتكريمات أصلا هذه ما تصير إلا اللاعب واللاعبين الكبار واللاعبين يعني اللي أخلاقهم عالية. فنتمنى له التوفيق إن شاء الله في حياته العملية والدينية إن شاء الله، والتوفيق إن شاء الله. كابتن محمد، خلينا نتكلم عن نفسك، كيف وجدت نفسك في الملعب؟ والله ما أحكم على نفسي، أنا ما أقدر أحكم على نفسي، اللي برا ممكن يحكمون علي، يعني الجمهور أنت المعلق ما شاء الله ممكن تحكم على نفسي يعني في ال. لكن رائع. والله إني إن شاء الله إني جاريت الشباب. أديت اللي عليك. المناورات عندما تقام لاحتفاء بشخص معين أو لتكريمه، كيف تقيم مثل هذه الأعمال؟ والله هذه عادة طيبة صراحة وعادة ممتازة، مثلا يكرمون الشباب القدامى واللعيب الكبار وذو أخلاق طبعا، فشيء طيب يعني. إن شاء الله نتمنى من جميع الفرق أو فرق الحواري كلهم من يحذو حذو فريق الانتصار في تكريم اللعيبة. أستاذ محمد، شكرا لك.